أعرفكم بنفسي، أنا مهندس محمود الأبيض، شغال بقالي فترة كبيرة جدا في مجال المطابخ والدريسنج روم، وحاليا شغال مدير مكتب فني في شركة مطابخ والدريسنج روم. وأنا حبيت أتكلم معاكم في حاجة مختلفة عن الورش اللي موجودة، وهو مجال المطابخ والدريسنج روم وأي مصبحات عامة، وقد إيه المجال ده مهم جدا ومطلوب وليه فرص شغل كتيره جدا، وعلى الرغم ان في معارض وشركات كبيره جدا، بس مش كلهم بينفذوا الطريقه صح، او مش كلهم بيطلعوا التنفيذ زي التصميم. وعشان كده اللي بيميز شركه عن شركه هو ان التصميم يطلع زي التنفيذ بالظبط، وده بيبقى عن طريق المكتب الفني او مهندسين المكتب الفني الموجودين في كل شركه. وعشان كده جوان ورك شوب عملت الورشة دي، لأن هي ما لقتش معلومات كافية عن المكتب الفني أو معلومات عن التفاصيل عامة، أو تفاصيل أي قطعة خشب عبارة عن مصطلحات، فما لقتش معلومات اللي تخلي أي حد ممكن يتجه أو يشتغل في المجال ده. وعلى الرغم إن في ورش كتيرة المطابخ موجودة، وإن في ناس كتيرة بتشرح مطابخ، بس ما حدش بيتكلم عن المكتب الفني. محدش بيتكلم حاجة عن المكتب الفني، وأغلب المهندسين اللي هم بيشتركوا في الورش دي بيكونوا حابين إن هم يشتركوا عشان يعرفوا التسعير. وأنا من وجهة نظري إن ده مش صح، لأن التسعير مختلف من شركة لشركة، وفي شركة ممكن تعمل تسعير متر مربع، وشركة تعمل تسعير متر مكعب، شركة تعمل تسعير بالتصميم، وشركة تعمل تسعير بالوحدة. وطبعا التسعير مختلف من مكان لمكان، فناس كتير بتروح للورش دي عشان التسعير، وطبعا ده مش صح. التسعير ده بيكون بناء على ان المهندس او الشركه دي تكون عارفه وقادره ان هي تطلع كل قطعه خشب، مش كل قطعه خشب وكل مفصله وكل حتى مسمار مستخدم، عشان تقدر ان هي تعرف التسعير اللي الشركه دي بتقوله بالمتر او بالمتر مكعب او المتر مربع او اي حاجه، تبقى عارفه الكلام ده صح ولا مش صح، ولا هو اي كلام وخلاص. كمان بعض الورش او بعض الدبلومات اللي موجوده في السوق بتتكلم عن التصميم وبيشرحوا تصميم، طب ازاي انا هقدر اعمل تصميم كويس وانا مش عارف هيتنفذ ازاي، او ازاي هعمل تصميم والعميل يتعاقد عليه وفي الاخر يبقى في جزء معين انا مش عارف هيتنفذ ازاي، او الجزء ده ملوش مثلا الخامه اللي العميل اختارها مش هتتنفذ بالمقاسات او الارتفاعات الموجوده في المطبخ، مثلا مطبخ كذا مش موجود منه المقاسات دي، الخامه اللي اختارها مش موجوده مش هتتنفذ بالمقاسات دي. فلازم يعني لازم اكون انا عارف كل التفاصيل، ولازم اكون عارف مقاسات الاخشاب، ولازم اكون عارف الخامات، ولازم اكون عارف المفصلات، لازم اكون عارف كل حاجه عشان اعرف ان انا اتعامل مع تصميم او انفذه بشكل كويس. احنا عندنا الدبلومه مقسمه لثلاث مستويات، وهي عباره عن 20 محاضره، 20 محاضره اساسيه وخمس محاضرات اضافيه. وعندنا اول عندنا ثلاث مستويات، مستويين هما الراوند الاول وليفل 3، هو هيكون فور فري للي انتظم في ليفل 1 وليفل 2. عندنا الهدف بقى من الدبلومه بتاعتنا ايه؟ اول حاجه ان انا المتدرب ده هيكون قادر ان هو يلاقي حل لاي مشكله موجوده، سواء مشكله بتواجه المصمم او مشكله بتواجه العميل، اي حاجه يقدر ان هو ينفذها. تاني حاجه ان المتدرب ده يقدر ان هو يعمل مهندس انتاج اساس، طب ازاي هو هيشتغل مهندس انتاج اساس وهو ما يعرفش اي حاجه عن الاخشاب او المفصلات او انواعها او كل الكلام ده؟ لازم عشان يشتغل الشغلانه دي يبقى عارف الكلام ده، هو ليه علاقه بالمكتب الفني. وبرده متدرب ممكن يشتغل مهندس تركيبات، لانه هيبقى عارف كل قطعه موجوده هتركب ازاي وهتتجمع ازاي، وازاي ان انا اركبها مع حيطه معينه او في مكان معين. بعد كده عندنا متدرب برده ممكن ان هو يعمل مهندس مكتب فني، وده الموضوع الاساسي في الدبلومه، ان هو يقدر يشتغل مهندس مكتب فني هيبقى عارف كل الكلام اللي فوق ده. بعد كده عندنا ليفل 1. ليفل 1 ده فيه اربع نقاط مهمه. اول نقطه ان انا بتعرف على الاخشاب وانواعها بالتفصيل، والمفصلات وانواعها، والمقصود بالمفصلات المقصود بانواع المفصلات مش براند معين، هو المقصود بانواع المفصلات ان ازاي استخدم المفصلات، في منها انواع تركيب، زي مثلا ان هو مفصله عدله، ان هو مفصله ركبه، ازاي اقدر استخدم دي في مكان وازاي دي تركب في مكان، وازاي دي ما ينفعش تركب هنا ودي تنفع تركب هنا. تاني حاجه عندنا ان انا ازاي اتعامل مع رفع المقاسات والمعاينات. ناس كتيره جدا بتروح ترفع مقاسات لمطبخ، تروح تجيب طول وعرض وارتفاع وتيجي،
طب انا عملت تصميم، طب ازاي ما جابوش مثلا، ازاي ان هم يجيبوا مقاسات علب الكهرباء ومقاسات الصرف ومقاسات التغذيه، وازاي يحددوا ان هم ممكن يقدروا يقترحوا على العميل ان هنا ممكن ننقل حاجه معينه من المكان ده للمكان ده عشان التصميم يطلع بشكل كويس. تالت حاجه عندنا ان انا بدرس تصميم المطبخ، وان المطبخ ده ازاي هو قابل للتنفيذ ولا مش قابل. ممكن مثلا يتعمل حته حلوه قوي ومش هتتنفذ، او مش متوفر ليها حاجه في مصر ان هي تتنفذ. فانا لازم برضه ابقى عارفه ايه المتوفر وايه امكانيات الشركات الموجوده عندي عشان اقدر اعمل تصميم كويس. عندنا رابع حاجه دراسه الاجهزه الكهربائيه، لازم ادرس الاجهزه الكهربائيه سواء الجهاز ده جهاز عادي او بيلت ان او اي جهاز عامه، لازم انا ابقى عارف الداتا شيت بتاعته وابقى عارف الاماكن بتاعته وتتحط فين وازاي احقق مثلث حركه في المطبخ، عشان يبقى الشكل بتاع المطبخ مش مهم يبقى جمالي قد ما هو لازم يبقى وظيفي الاول وبعد كده يبقى جمالي. عندنا حاجات من ليفل 1 هتكلم فيها، وهي انواع ومقاسات الاخشاب والمفصلات اللي بتستخدم في المطبخ. انا عندي الاخشاب كتيره جدا موجوده، خشب الكونتر كتير جدا، وانا مش بتكلم عن شركه معينه، ان ممكن بكره الصبح انا افتح مصنع كونتر واعمل كونتر عادي جدا واسميه اسم، وممكن يطلع احسن من اي شركه موجوده هنا، وممكن يطلع جودته اقل من اقل شركه موجوده. فالكونتر مش بالمسمى بتاعه خالص، لا الكونتر بتفاصيله، لازم انا مهندس مكتب فني اكون عارف تفاصيله، ان انا ممكن اعمل المطبخ زي ب 50,000 واعمل نفس المطبخ ب 30,000 والاثنين في نفس الشركه والاثنين نفس الشكل في الاخر ونفس الماتيريال. طب انا دلوقتي هبقى عارفه منين؟ مش محدش هيبقى عارف. فدلوقتي لازم انا ابقى اكون عارف الكونتر، والكونتر ده عامه لما بيتلزق حوافه انا ما بعرفوش، فلازم اكون عارف انواعه بالتفصيل، واكون واحنا بنتكلم هنا نبقى قادرين ان احنا نحدد الكونتر ده ايه والكونتر ده ايه. عندنا انواع كتيره جدا، يعني لو مسكنا الكونتر بس هنلاقي ان كونتر فيه منه كبسه قديم، الكبسه قديم ده بيبقى جواه خشب قديم ومرصوص جواه، وكونتر مثلا محسن اللي هو الخشب القديم ده متحسن شويه، وده طبعا يعني اقل جوده هو الكونتر القديم ده، والكونتر المحسن هو بعده، وفي كونتر كبسه جديد ده اللي هو بجيب اخشاب جديده من الاول خالص وبعمل الكونتر ده. في الاول وفي الاخر ثلاثه ممكن الاقيهم نفس الشكل، بس الفكره بقى في اللي جوه اللي انا مش هشوفه. عندنا كونتر تاني هو كونتر طبقات، وده طبعا اعلى نوع كونتر. الكونتر ده في منه الطبقات، ده في منه انواع كتيره جدا برضه هنعرفها. عندنا بعد كده المفصلات، انا زي ما انا قلت المقصود بالمفصلات مش نوعها، انا ممكن الصبح اعمل مفصله واكتب عليها اسم عادي جدا. الفكره في المفصلات ان كل درفه ليها مفصله معينه، فصلة معينة دي هتركب فتح درفة مثلا على زاوية 45، فتح درفة على زاوية أكبر من 95، فتح درفة أقل من 95، كل الكلام ده لازم أنا أبقى عارفه وأنا بعمل الحاجة، بعرف أطلع خاماتها إزاي وأحسب مفصلاتها إزاي، وكل الكلام ده أبقى عارفه. حتى الأجزاء اللي في المفصلة بالنسبة للناس مثلا اللي هي هتشتغل بتوع تركيب لازم يبقوا عارفين المفصلة دي إيه اللي فيها، إيه المسامير اللي فيها دي، أو دي بتعمل إيه، أو الكلام ده كله. وطبعا حد هيقول لي طب الكلام ده انا ما ينفعش ابقى عارفه ليه، ما هو الصنايعي هو اللي عارف. طب ازاي الصنايعي هو اللي عارف؟ وممكن مثلا صنايعي يقول لي لا يا هندسه ده دي اخرها كده مش هتنفع، او الدرفه دي طويله شويه، او يطلع العيب في مش في ان هو عارف يظبطها، لازم كل الكلام ده يكون انا عارف. بعد كده عندي ليفل 2، ليفل 2 ده بقى بنكمل فيه على ليفل 1، وهو فيه كم من معلومات كبير جدا. اول حاجه في الليفل 2 هو تكمله الليفل 1، ان انا بعرف ازاي افصل جميع قطع اخشاب علب المطبخ، بعرف ازاي اطلع كل الخشب اللي هستخدمه في المطبخ ده، وبناء عليه ازاي هعرف اسعر، طلع قطع الخشب وبطلع المفصلات وبطلع الاكسسوارات، حتى الارجل بطلعها، حتى المسامير ممكن اعرفها عادي جدا. بتعرف ازاي افصل جميع قطع اخشاب المطبخ، وازاي اطلع الكاتنج ليست. الكاتنج ليست ده هو ليست بجميع قطع الخشب الموجوده، وكل قطعه مكتوب جنبها القطعه دي بتاعت ايه، يعني مثلا القطعه دي جنب علبه، علبه رقم واحد، العلبه رقم اتنين، قاعده بتاعت علب، كل الكلام ده بيكون موجود في الكاتنج ليست. الكاتنج ليست ده بطلع منه ايه، بطلع منه كاتنج شيت. الكاتنج شيت ده بيبقى الالواح اللي هتدخل على المكنه اللي هتقطع بقى الكلام ده. خلاص انا فصلت كل حاجه، هدخل بقى انزل الكلام ده على الكاتنج شيت، الكاتنج شيت ده يدخل المكنه يقطع كل قطع الخشب دي. كل قطع الخشب دي لما اتقطعت بتبقى محتاجه ان هي تتلزق شريط. الشريط ده انا برضو بكون عارفه، بكون عارف امتاره، بكون عارف كل الكلام ده،
بعد ما طلعت قطع الخشب بعمل حصر، يعني من الكاتنج ليست والكاتنج شيت بقدر اعرف كميات الاخشاب المستخدمه وكذلك المفصلات بانواعها، وزي ما قلت المقصود بانواعها مش البراند بتاعها، والاكسسوارات اللي انا ممكن استخدمها واللي العميل محتاجها، والارجل بتاعت المطبخ. مش شرط عندي علبه فالعلبه هتاخد 4 ارجل بس، لا في علب بتاخد 8 ارجل عادي جدا. كل الكلام ده برضو هنعرفه عندي بعد كده، بعد ما طلعت الخشب وفصلته وقطعته وعملت كل الكلام ده، هعرف بقى لازم ابقى عارف ازاي الطريقه بتاعت التجميع المناسبه، وده مين اللي هيعرفه؟ اكيد مش الصنايعي برضه، لازم المهندس يكون هو اللي عارف ايه اللي ظاهر عنده وايه اللي مش ظاهر وايه اللي ينفع يتربط بمسامير وايه اللي ما ينفعش يتربط. لازم كل الكلام ده اكون انا عارفه برضه، ما ينفعش اعتمد على الصنايعي لان هو مش عارف شكل المطبخ في الاخر، هو بيجمع علب وخلاص. بعد كده اللوحات بقى اللي الصنايعي هيجمع بيها دي، هو دلوقتي عنده قلت له جبت له الخشب وقطعته وقلت له ازاي هيجمع الحاجات دي، عايز بقى يعرف القعده دي مع الجنب ده مع كل الكلام ده هيبقى عارفه منين؟ من اللوحه، او تبقى مع مهندس مثلا موجود في المصنع، او تبقى في صنايعي يقدر يقرا اللوحه دي لانها بتبقى مفصله جدا. بعد كده ان انا بتعرف ازاي اركب بقى كل الكلام ده، بعد الكلام ده كله، بعد ما عرفت الكلام ده كله قطعت وطلعت الخشب والمفصلات وعرفت هجمع ازاي وطلعت اللوحات اللي هجمع بيها، خلاص بقى خلصت كل العلب دي، بقى عندي علب، بقى عندي علب مش مض، العلب دي بتروح الموقع، بعرف ازاي بقى اركب الحاجات دي في الموقع، ازاي اركب دي قبل دي وازاي ابدا ازاي وازاي كل الكلام ده لازم انا ابقى عارف. بعدين عندنا لو دخلنا تعمقنا في حاجه برضو من الحاجات، هنلاقي الكاتنج ليست ده بيبقى عباره عن ايه؟ الكاتنج ليست ده بيبقى عباره عن ان انا المطبخ عندي بيبقى مقسم علب، علبه جنب علبه جنب علبه جنب علبه، انا لما اجي افصله او اعمل له تفصيل بطلع الاول مقاس العلبه دي وبطلع رقمها، يبقى ليها رقم عندي عشان لما اروح الموقع اركب العلبه بالرقم ده، ما افتحش اي علبه وخلاص، او يبقى عندي شويه علب واقعد ادور، لا انا عندي رقم واحد بركبه هنا، رقم اتنين بحطه هنا، كل الكلام ده، فبحط رقم للعلبه، رقم العلبه بعديه بحط كود للخامه دي، لان مش كل العملاء بتختار خامه معينه، ومش شرط علبه تبقى كلها نفس الخامه، لا انا بحط ان الجنب والقعده مثلا خامتهم كذا، الظهر خامته كذا، كل حاجه بحطها، كل حاجه بكتب تخانتها طبعا، لان مش كل الخشب نفس السماكه، ومش كل تصميم ممكن يبقى نفس سماكه، ممكن يختلف طبعا، وبكتب كميه كل قطعه دي برضه انا بعرف اطلعها ازاي، وبكتب بقى طولها وعرضها والشريط بتاعها اللي هيركب بره او الاشواط، كل الكلام ده بعرف بطلعه ازاي. بعدين عندي الكاتنج شيت، بعد ما عملت الكاتنج ليست بعمل كاتنج شيت، الكاتنج شيت ده بيكون عباره عن لوح، نفس اللوح اللي موجود في المصنع هيتقطع بنفس مقاساته، مش كل مقاسات الاخشاب زي بعض، فبعرف الخامه عشان اعرف ازاي اللوح ده هكتب مقاسه. طب اللوح ده بعد ما عملته بحطه على بعمل له كاتنج شيت، بيرص لي القطع اللي انا عايزها، ولو خدنا بالنا ان هو بيقول للصنايعي ازاي يبدا قطع اللوح، يعني ازاي يقطع الجزء ده الاول وازاي يقطع الجزء ده الاول، وكل قطعه بيبقى مكتوب عليها دي القطعه ايه، دي قاعده ولا جنب، عشان تبقى سهله في الانتاج ان هي تبقى عارفه ان هي رايحه ده جنب بيتكتب عليه يروح جنب يتجنب. بعد كده عندي التفاصيل، تفاصيل طبعا اللوحات اللي انا بجمعها، عندي علبه مثلا بسميها واحد، العلبه دي بيكون مرسوم فيها الجنب، والجنب هو اللي نازل ولا القاعده ولا الدرفه بتفتح ازاي ولا الرف واصل فين، كل الكلام ده انا اللي بحدده وانا اللي بكون عارفه وانا اللي برسمه عشان ابقى متخيل الشكل في الاخر ومتخيل تجميعها، لازم ارسمها عشان ابقى متخيل هتتجمع ازاي، وابقى عارف كل الارجل كم رجل كم مفصله كم مجرى، كل الكلام ده كم مقبض، كل الكلام ده انا بحدده، وبناء عليه بيطلع من الرسومات دي. الرسومات دي طبعا بتروح المصنع، بعد ما الخشب بيتقطع بتتجمع، بيبقى في مثلا عندي مش كل قطعه سمك واحد، عندي حاجات 18 مللي، حاجات 6 مللي، حاجات 8 مللي، كل الحاجات دي انا بتتقطع طبعا لوحدها، كل ال 18 بيتجمع لوحده وكل الستة، كل الكلام ده بيبقى طالع مفصل وبيروح بقى على التجميع، والتجميع ده بيكون نازل لهم الرسومات دي بكل علبه، بعد ما العلبه دي بتتجمع وبتتقفل زي ما هي موجوده كده عندنا وزي التصميم اللي احنا عاملينه، بتاخد الرقم بتاعها او الكود بتاعها. ساعات الكود بتاعها بتتغلف بقى وبتروح على الموقع او حسب ميعاد العميل ده امتى فبتتركن، وبعد كده بتروح له. كل ده طبعا بيسهل عمليه التركيب. بعد كده عندنا الطرق اللي انا اقدر اجمع بيها. الطرق اللي انا اقدر اجمع بيها دي حاجات معينه منها مش كل الطرق طبعا.
عندي علب مثلا بتتجمع بمسامير، علبه بتتجمع بزوايا، سواء زوايا فراشه او زوايا بلاستيك، او علبه بتتجمع باليتا، او علبه بتتجمع، كل الحاجات دي ليها تفاصيل كتيره جدا غير دول، يعني حاجات كتيره، وكل حاجه ليها، يعني مش كل العلب اقدر اجمعها بمسامير، ومش كل العلب اقدر اجمعها بزاويه، ومش كل علبه اقدر اجمعها باليتا، كل حاجه وليها وظيفتها حسب تصميمها. وطبعا انا عندي المسمار وجوده، ان المسمار ظاهر في اي تصميم، ده طبعا خطأ تصميم، ما ينفعش ان يبقى فيه اي مسامير باين، لازم اعالج كل الكلام ده، ولازم ابقى قادر ان انا احدد للناس اللي هم هيجمعوا، للمصنع اللي انا هنفذ عنده، ايه اللي يبقى عندي ظاهر وايه اللي يبقى عندي مش ظاهر. عشان هو لو عمل علبه فيها مسمار ظاهر او فيها مسامير ظاهره، طبعا ده خطأ، وانا عشان اعالجه هركب حاجه كده شكلها مش حلو، او هغير الجنب. عندي مثلا مش كل الخامات اللي اقدر اربط فيها مسامير، او مش كل الخامات اقدر اركب فيها فراشه، او حسب تصميم، كل الكلام ده انا بقدر اعرف. عندي بعد كده الطرق بتاعت التركيب والتعليق، بعد ما خلصت كل حاجه وجهزت العلبه وخلاص هتروح للموقع، لازم انا برضه ابقى عارف الحاجه دي هتتجمع ازاي من وانا بفصل، ما ينفعش ما اعرفش العلبه دي هتتعلق ازاي، لازم ابقى عامل حسابي ان الاكسسوار اللي هيعلقها بطريقه معينه انا عامل حسابه في تفصيل القطع بتاعتي او في تجميع العلبه. مثلا عندي اضاءه في اي مكان، لازم ابقى عامل حسابه، وعامل حساب مرور الاسلاك بتاعته، عامل حساب اماكنها، مش مجرد ان انا عملت علبه وخلاص فتروح الموقع بقى تصرفه هناك، اكيد لا، يعني اللي بيعمل المطبخ هو اللي بيعمل اضاءاته، هو اللي بيعلقه، هو اللي بيركبه، فلازم مهندس المكتب الفني يبقى عارف ازاي العلبه دي هتتجمع، وايه الطريقه المناسبه للحائط الموجود. مثلا ممكن مش كل المواقع بتبقى حوائط اسمنت، مش كل الحوائط بتبقى طوب واسمنت، في حوائط تانية سيمنت بورد او ايا كان، لازم يبقى معروف لها طريقه من وهو بيعمل تفصيل للمطبخ ده، او بيعمل تفصيل للدريسنج روم دي، لازم يبقى عارف. واحنا عامه بنشتغل في مطابخ الدريسنج روم واي مسطحات، يعني اللي يعرف مكتب الفني بتاع الحاجتين دول يقدر يعمل اي قطعه عباره عن مسطحات، والمقصود بالمسطحات دي ان اي الواح، اي قطعه بالالواح عباره عن مسطحات. فلازم مهندس مكتب فني يبقى عارف كل حاجه هتتعمل في المطبخ او في الحاجه اللي هو بيعملها، سواء تركيب وتجميع وتعليق، وحتى القطع بتاع الخشب ممكن يحدده للصنايعي هيبدا يقطع ازاي، او هيبدا يعمل زاويه التجميع دي فين، او مكانها، او هيعمل الاضاءه دي فين، لازم كل الكلام ده يبقى محسوب، عشان ما الحاجه العلب ما تتجمعش مع بعض في الاخر، ولا اي ان العلبه دي مثلا ضايقتها مش ماشيه مع العلبه دي، او دي قراءتها فوق ودي قراءتها، لازم يبقى رابط كل قطع المطبخ دي ببعض. طبعا ده برضو مهندس مكتب فني اللي بيحدده. بعد كده عندنا ليفل 3، وليفل 3 ده بيكون طبعا في الرسومات التنفيذيه بتاعت المطبخ مرتبطه بالتشطيبات، يعني الرسومات التنفيذيه وعلاقتها بالتشطيبات. وليفل 3 ده باشمهندس محمد بيقدمه فور فري للي يحضر الراوند كامل، ليفل 1 وليفل 2، ويلتزم في المتابعة، ويلتزم في إن هو يعمل تاسكات، ياخد ليفل 3 فول فري. طبعا هيشرح فيه كل التفاصيل، زي ما احنا شايفين كده علب الكهرباء مرسومة ورا كل علب، واستخدامها، وليه موجودة هنا وليه مش موجودة هنا، الانديكيشن بتاع الدرفة بيفتح ازاي، الدرفة دي هتفتح ازاي، طب هتخبط مع اللي جنبها، طب الدرج ده هيفتح ازاي، طب ازاي علاقة الدرج بالمسطح، او علاقه الدرج بعلبه الحوض، او علاقه الدرف ببعض زاويه مثلا، كل الكلام ده بيبان، بيتشرح وبيبان في الرسومات. مثلا زي الشفاط هنا معمول له دكت، الدكت ده خارج على فين او هيتفتح له فين، لازم كل ده انا ابقى عارفه، عشان وانا بعمل حاجه تطلع مظبوطه وتركب بالظبط وما يبقاش فيها اي مشاكل، واخلص المشروع ده اخش على المشروع اللي بعده وما يبقاش فيه مشكله مثلا، واضطر ان انا ارجع لها في وقت تاني، فبالتالي الانتاج عندي يقل، بدل ما انا بعمل 50 مطبخ مثلا في وقت معين، لا ده هيبقى 30 عشان خاطر في مشاكل وارجع لها تاني، وانا ما عملتش حسابي في التفصيل، او في مهندس المكتب الفني مثلا ما عملش حسابه في مسطح هيركب بطريقه معينه، او التهويه بتاعت مسطح بتعمل بطريقه معينه، او فرن بيلت ان مثلا ليه تهويه معينه فما عملهاش او نسيها، فالشركه اللي جت تركب الفرن بعد ما عملت المطبخ قالوا لا مش هنركبه لان تهويته مش معموله، فبالتالي العلبه دي ما بقتش صح. كل الكلام ده مهندس مكتب الفني، او هو ده اللي بيميز شركه عن شركه، ان يبقى اللي اتعمل في التصميم هو اللي يتعمل في التفصيل بالظبط، هو اللي يركب عند العميل. فمهندس مكتب فني وسيط بين التصميم وبين العميل.
هو اللي في النص، هو اللي هياخد من هنا وينفذ ده بالظبط. فلازم طبعا، هي مجال مهم جدا، ومش ناس كتيره شغاله في المجال ده، وحتى ما فيش معلومات عنه كتيره موجوده. وطبعا في مشاريع، في كل راوند موجوده هيبقى فيها مشروع مختلف، هنشتغل على مشروع مختلف. ما عندناش محاضره مثلا، مش كل راوند هيبقى نفس المشروع ونفس التفاصيل ونفس الكلام ده، لا، هيقابلنا مشاكل مثلا في مطبخ معين، الراوند اللي بعده مشاكل في مطبخ تاني، فبالتالي هيبقى في خبره اكتر او هيبقى في معلومات اكتر، مش مطبخ واحد اللي هنشتغل عليه. كل مطبخ اكيد ليه، اكيد في مشاكل، اي مطبخ واي تصميم اكيد هيقابلنا فيه مشكله، واحنا بنساعد على اننا نحلها. وبرضه مهندس مكتب فني هو اللي بيبقى بيشوف حل ليها، بيشوف الباب مثلا هيفتح ازاي، او كل الكلام ده دي بتاعته، دي حتته يعني. طبعا ده سيكشن وبلان لمشروع عليه كل التفاصيل، برضه مكتوب الخامات عليه ومكتوب كل حاجه، وعلاقته بالحوائط وعلاقته بالابواب والشبابيك وعلاقه فتح الباب بالشاش، كل الكلام ده بيبقى موجود. وطبعا ده بلان مع برضه عليه كل التفاصيل وكل الاكسسوارات المستخدمه. الورشه بتاعت الشوب دروينج موجود فيها كل حاجه، بيبقى موجود فيها كل حاجه، كل حاجه وعلاقتها ببعض، علاقتها بالفرش وعلاقتها بالتشطيب، كل حاجه ليها علاقه ببعض بتلاقيها موجوده في الشوب درو. انا كده خلصت، وبشمهندس محمد كشف ممكن يتكلم عن الورشه اكتر بتاعت الشوب درو. طيب هتقدمكم بتا، هو الدوم هيقفل بعد دقيقتين، هنخش على نبت اللينك تمام لمده 30 دقيقه. فاحنا الدوم هيقفل دلوقتي، فهنخش على نبت اللينك، هننتظر دقيقتين او 3 دقائق ونكمل الجزء الثاني من المحاضره بتاعتنا.